لمزيد من إلقاء الضوء على تركيبة مجلس الأمة وجديد المشهد النيابي، ينضم إلينا في الاستديو المحلل السياسي الأستاذ عبد اللطيف راضي. حياك الله ويانا أستاذ عبد اللطيف. يعني الانتخابات خلصت والنواب فازوا في انتخابات مجلس الأمة، توقعنا كثير وبعض الناس يعني خالف التوقعات أو النتائج خالفت التوقعات ربما. إلى أي مدى خالفت انتخابات مجلس الأمة التوقعات بحجم التغيير النيابي وطبيعته؟ طبعا التغيير هو قائم في على مدى مجالس الأمة المختلفة، كان هناك تغيير ما بين 19 إلى 23 نائب أو 25 نائب وصل في بعض الحالات على مدى مجالس الأمة. إذن هو وارد في كل الحالات أن يكون هناك متغيرات في دخول مرشحين جدد أو نواب سابقين لم يشاركوا في المجلس فيما قبل وعادوا مرة أخرى. إذا كانت هناك بعض المتغيرات، هذه الانتخابات شهدت عند إقفال باب الترشح للانتخابات مشاركة 97 نائب سابق يحملون لقب نائب سابق في هذه الانتخابات من أصل 399 نائب على مدى مسيرة الحياة النيابية منذ المجلس التأسيسي. يعني قبل انتخابات بأسبوع كنت أتحدث مع دكتور قانم النجار، ودائما استشيره في قراءة المشهد السياسي والأرقام بالنسبة لمتغيرات مجالس الأمة، فكان الحديث على احتساب نسبة التغيير في مجلس الأمة يجب أن تكون بشكل دقيق في التمييز ما بين من شاركوا في العملية الانتخابية التي تتم أو من اعتذروا عن الترشح أو خرجوا نتيجة مؤثرات التشاوريات في ذلك. إذا ما نظرنا إلى نسبة التغيير بلغت أعتقد 60% من مجلس 2013، يعني 30 نعم 30 جديد. لم يتم، إذن 60% نسبة التغيير في هذا الجانب. ولكن إذا استبعدنا من 30 نائب أيضا 8 لم يشاركوا في العملية الانتخابية، هم ماضي الهاجري وعبد الرحمن الجيران وعادل الخرافي ومنصور العليان وسعود الحريجي وأيضا عبد الله العدواني وعبد الحميد دشتي. إذن هذه أسماء كانت متداول وفيصل الشايع، إذن هناك 8 لم يشاركوا في العملية الانتخابية، إذن يبقى التغيير كان طال 22%، 22 نائب شاركوا في العملية الانتخابية لم يحالفهم الحظ في ذلك. نعم أستاذ عبد اللطيف، التركيبة الجديدة حملت يعني وجوه شبابية بأعداد ربما هي الأكبر في تاريخ البرلمان الكويتي، كيف ترى انعكاس ذلك على الأداء ومواجهة التحديات والاستحقاقات المقبلة؟ طبعا على مدى منذ انتخابات، يعني عندنا انتخابات تمت في المبطل الأول في فبراير 2012، إذا استمرت هذه العملية وشهدت إبطال مجلسين، استقرت في الأمر على مجلس 2013، مضى من عمره 3 سنوات ونصف. نعم. خلال هذه الفترة دخلت أعداد كبيرة من الناخبين، ما يقارب 40,000 ناخب من جدد، وصارت متغيرات في أعداد الناخبين في مختلف الدوائر. إذن أصبح هناك دخول لفئات الشبابية مع تطور مرور ما يقارب منذ 2012، احنا نتكلم عن 2016 في نهايتها، إذن دخلت فئات شبابية في القواعد الانتخابية. هذه أثرت بشكل كبير على نتيجة الانتخاب في توجه الناخبين نحو اختيار عناصر متقاربة معهم في العمر في ذلك. نعم الحين دخلت يعني أعداد كبيرة من الناخبين كما تفضلت أبو سالم، لكن بالنسبة للمرأة يعني المرأة كان الحضور جدا أو التمثيل ضعيف، شلون تفسر استمرار التمثيل الضعيف هذا المرأة تحت قبة عبد الله السالم رغم أنها يعني أبو سالم كانت الكتلة الأكثر تصويتا، ولمتى راح تستمر هذه المقاربة المعكوسة؟ طبعا ما زالت العوامل المؤثرة هي في الحصول على أصوات الناخبين هو القدرة على التواصل عبر الديوانيات أو القواعد الانتخابية. طبعا هذا أمر قد لا تجيده أو تكون مكثفة لدي العناصر النسائية، يعني أقول يعني هذا معيار يعني أحد المعايير، لكن إذا ما نظرنا أيضا ليس بالمفروض أن تكون المرأة قد تفوز في هذه الانتخابات. الرقم الذي تحقق من خلال دكتورة غدير أسيري في الدائرة الأولى كان رقم مشجع بشكل كبير، وحصلت على رقم منافس للأرقام التي حصل عليها نواب سابقين. إذن كانت خوضها الانتخابات لأول مرة عامل مؤثر وإيجابي في هذا الخصوص. أيضا عوامل المرأة يمكن حتى في 2008 بعد حصولها على الحق السياسي لم يحالف الحظ، ولكن في 2009 برزت الأسماء 4 مقاعد، تراجعت فيما بعد إلى 3 مقاعد في ديسمبر 2012. إذن كان هذا الأمر، عمليات التوزير للمرأة، ما زالت المرأة أيضا لا تحظى بالقطاع القبلي مثل بعض النواب، ولا تحظى بالقطاع السياسي دائما، في بعضهم فقط يحظون بقطاع سياسي. إذن ليس لها كتلة نيابية داعمة قد تدعمها بشكل ثابت للوصول إلى عضوية مجلس الأمة. نعم المحلل السياسي الأستاذ عبد اللطيف راضي، شكرا جزيلا لك. يا هلا.